pour le banque. Donc, pour le mathématique financier, hein, c'est un module qui enregistre l'ensemble des opérations de calcul entre les sociétés, d'accord? Les sociétés et les banques. Les banques, donc c'est les établissements financiers. Je connais moi les établissements financiers. Quelles sont les banques ou les banques les banques. Quelles d'autres sociétés de crédit. Regardez les sociétés de crédit. Bien les conditions le crédit, c'est pas comme la banque. Comme dans les taux aidés, voilà pour demander de la garantie. Qu'est-ce qu'on a ça? Mais les conditions les banques. Donc, pour le mathématique foncier, qu'est-ce qu'on traite? On traite comment calculer l'intérêt. C'est quoi l'intérêt? C'est la somme qui ajoute hein, pour le capital. Soit le capital prêté. Je n'ai pas le capital prêté. D'accord? La personne physique a la somme d'argent. Qui pour éviter le risque. Qui est donc, les bons. ولكن هذوك الفلوس دابخي واحد المدة كياخدهم زايدين ما كياخدش غير فلوسهم داكو حط مثلا واحد 100,000 درهم كدوز واحد 12 ولا 3 ولا 4 من كيبان خرج كيبقى تزاد عليهم واحد لاصون دارجون حنا كومون كالكولي هاد القدر ديال الفلوس او بيان اون بريتي شنو هي اون بريتي يعني حنا كنسلفوا الشركه هي كتسلف من البنكه وماشي بالضبط الشركه يقدروا كيكونوا حتى لي بيرسون فيزيك ملي كنسلفوا دونك حنا تسلفنا 100,000 درهم مثلا واحد 10 المليون ولكن مده 3 سنين ولا 4 سنين بيان سور راه كنرجعوا 10 المليون زائد واحد القدر مالي اذا فوالا لانتيغي سي لو لويي دو لارجون عقلوا عليها لانتيغي سي لو لويي هي اش لو لويي شنو هو لو لويي هو كراء ماذا دو لارجون هو كراء الفلوس لما كنكريو الفلوس يا حنا كنكريو الفلوس للبنكة يا البنكة هي اللي كتكري لينا الفلوس سي لو لوي عقلوا على هاد كلمة لو لوي كنكريو الفلوس للبنكة مقابل واحد المدة عام عامين ها 3 سنين 4 سنين 5 سنين حنا غنشوفو وهادو كومون نو سي لو لوي لو لا هاد لانتيغي هادي حنا غنحسبوها دابا دونك لانتيغي الماتيماتيك فينونسي هذيك الرياضيات الماليه غنشوفوا فيها كومون كالكولي كيفاش غنحسبوا ديك الزياده اللي كتكون علينا على الفلوس الاصليه اللي كيتسمى هو لو كابيتال دونك فوالا كومون انا جو مي دوني ان اكزومبل مي غناخذ مثال غادي يبان لكم لانتيغي دونك لو ماتيماتيك فينونسي هاد لانتيغي هادي اشنا هي هي لو لوي دو لارجون كومون لوي دو لارجون انا جو مي دوني ان اكزومبل باش نبقاو نعرفوا حنا هذيك كراء الفلوس هاد الفائده هادي عندها علاقه قلنا حنا بواحد لي تخوا فاكتور سي ان تي شنو هي السي شنو هي ان وشنو هي تي اون نوت تخوا فاكتور بور بيان كومبروندر اون تريت تخوا دونك فاكتور عندنا واحد ثلاثه العوامل اللي هي رئيسيه شكون هو سي شنو هي السي سي لو كابيتال هذاك لو كابيتال سوا كيكون بريتي دونك لو بري شنو هو لو بري حنا حطينا الفلوس داكو يعني لا سوسيتي كتسلف البنكه اولا كتحطهم يعني كوموندي كتبروتيجيهم ماشي كتيبارنيهم دونك كتخبيهم في البنكه تكون مجهزه الفلوس كاينه دونك لا سوسيتي كتحط الفلوس في البنكه لا سوسيتي اللي كتحط دونك هنا فيرسي كتفيرس كتحط هذوك الفلوس في البنكه او بيان كيتسمى اون برون اون برون هو قرض شنو هي القرض هي ان البنكه هي اللي كتعطي الفلوس هنا لارجون كتعطي الفلوس لمن للشركه دونك في الحالات بجوج كاين حطينا واحد راس المال راه ماشي هو اللي كناخذو في الاخر ولكن عندنا واحد المده دونك هذا فاكتور 1 عندنا لو دوزيام فاكتور شنو هو عندنا لو كابيتال دونك سي اشنا هي سي لو كابيتال ان ان مينيسكول ان مينيسكول شنو هي ان هي لا ديوري بان زعما لو نومبر دو جور لو نومبر داني لو نومبر دو موا حيت هاد ان هي لا ديوري هاد لا ديغي كناخدوها باش بثلاثه ديال الحاجات يا كناخدوها باش بلي جوغ غنضرسو هادي ديال لي جوغ يا كناخدوها بلي موا بالاشهر هنا بالايام ولا كناخدوها بالاشهر ولا كناخدوها بلاني دونك لاني سي تادير السنه هادي جورنالي هادي مونسيال وهادي انيال بون جورنالي مونسيال انيال وعندنا تخوازيام فاكتور اللي هو برينسيبال كيتسمى تي شنو هو هو لو طو وهذاك لو طو كيبقى البنكه اللي كتحدو هي اللي عندها لا ديو
دونك بور كالكولي شنو هو بور كالكولي شكون هي الفائده شنو غنديروا بور كالكولي الفائده شنو غنقولوا اي اللي هي من جبنا اي كتبدا لينا عندها اي داكوغ كناخذوا الحرف الاول اي اي اش كتساوي كتساوي سي فوا ان فوا تي مقسومه على 100 داكوغ سي هو لو كابيتال وان هي لا دوري وتي هي لو طون ها بورسون هادشي كامل بورسون حيتاش لو طون دونك هادير لو طون هنا بورسون هذاك لو طون اللي كناخذوا هنا اون بورسونتاج باغ اكزومبل غنديروا حنا ان اكزومبل عندنا لا سوسيتي اكس داكوغ امبرا مثلا واحد لا سوم دارجون في واحد لومبرا ديال 75000 درهم بوندون 3 ans n كتساوي 3 avec un taux اللي كيساوي لينا 11% دونك لا كيسيون كالكولي وحسب غنحسبوا الفائده يلا ديروا هاد ليكزومبل وبيان ناخذوا مثلا انصومبل نطبقوا العلاقه شنو نقولوا حنايا لا سوليسيون بيان لا كوريكسيون شنو غناخذوا اون كنجيو نقولوا اون ماذا العلاقه اش كتقول لينا اي اول حاجه ضروري كنديروا التعبير الحرفي عاد كنديروا التعبير العددي كنحطوا العلاقه وعاد باش كنديروا التطبيق كنحطوا لي مونطون دونك اون اي égal c multiplié n multiplié t divisé par 100 c شحال عندنا 75000 درهم داكور عندنا هنا 75000 درهم ضربناها في n لمده اش يعني خدات واحد لو كريدي مده 3 زون غادي نحطوا 3 ولو تي شحال عندنا 11 multiplié 11 مقسومه على اش divisé par 100 دونك maintenant on fois calcul Maintenant, on fait le calcul 75 000 dirhams multiplié 3, donc multiplié 100. Il faut calculer combien. On fait d'accord la soustraction pour les deux chiffres. Regarde. Pour faciliter le calcul, on a 75 000. Je vais dire, on a la soustraction pour les deux zéros 750 multiplié 3 multiplié 11. Voilà, c'est facile. 750 multiplié 3 multiplié 11. Donc ça fait 3. 750 multiplié 33. Ça nous donne combien? Il faut calculer, prendre le calcul. C'est combien? Non, c'est pas. Regarde. Gestionnaire, il faut prendre combien? 247,7. Donc, la somme, 247, c'est le loyer de l'argent. Voilà, c'est le montant qui est resté le capital. Nous sommes allés à la banque et nous avons 75,000 درهم. مده 3 سنين البنكه كتقول لنا مرحبا انا جو في دوني هاد لا سوم دارجون مي ا كونديسيون غترجعوه لينا بنسبه 11% دابا هاد 247 درهم لاش العام دو شاكاني داكور دو شاكاني غادي تزاد علينا في داك لا سوم 247 اذا في الاخر غنضربوها فاش فوا 3 هذا غير اكزومبل فاسيل بور بيان كومبروندر Comment oui, en prendre 75 multiplié plus 247. Bien sûr, oui, c'est les taux. Seulement, la durée, je vais dire, la durée et le capital, c'est le client qui détermine la somme. Le client, ou qui est là, il va prendre 10 millions, 20, 15, 30, ça dépend. Ou il y a le banque qui va dire, ou il y a le taux, la somme, le taux, est-ce qu'il y a le taux كيهبط اوكي كيهبط وي كتشجع حيت البنكه دابا شنو هو راس المال ديال البنكه ملي كتجيب الفلوس للبنكه راه هذيك هي الفائده هو راس المال ديال البنكه هو اللي نو هو اللي زانتيغي كتكري الفلوس للشركات دونك البنكه كتكري الفلوس للشركات دونك ملي كتكري الفلوس للشركات دونك لي كليون ديالها هذاك هو راس المال ديالها داكور حتى لي زوبيراسيون اللي كيكونوا ما بين لي كليون لي بون دونك هذوك الشركات ملي كيكون غي اوبيراسيون مثلا انا دات عندي واحد لو في واخا انا شريت واحد السلعه وهذاك لو كليون اشنو عطاني عطاني افي كيقول لي 15 يوم دونك ملي كتوصل ديك كان جوغ كنهز هذاك لي في كنمشي نتخلص فيه انا احتاجت الفلوس قبل من 15 يوم وقفت عليهم دونك عندي لا بوسيبيليتي ديسكونتي جو في اسكونتي هذاك لا سوم دارجون اللي كاين في لي في منين كنمشي للبنكه
كان اسكونتي انا هذاك لو شيك عندي فيه 15000 درهم راه ما غتعطينيش 15000 درهم البنكه غتعطيني 15000 درهم ناقص مثلا واحد 250 انا قلت غير استيماسيون 100 هي كاينه الطريقه باش نحسبوها كتنقص علينا واحد 250 درهم هذيك 250 درهم نهار كتوصل 15 يوم البنكه كتاخذ 15 مليون زائد ديك 250 درهم داكوغ دونك شنو هو الربح ديالها هادو هما لي زوبيراسيون فوالا لا باز او بيان لو كابيتال او بيان كيفي كوموندي هادوك لي بروفي د لا بونك دابخي لي زوبيراسيون اونتر لي كليون اي لي فورنيسور يعني لي كوميرسيون ما بين البائع والمشتري ما بين التجار هذاك المستثمر ولي كليون ديالو وما بين هذاك لو كليون اي لي فورنيسور ديالو سا مارش وي با دكيسيون دونك سي فو نافي با دكيسيون انا جو في بارطاجي افيك فو وي بارطاجي